قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أنه تحدث مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أدوبسكا حول الأوضاع في المنطقة، موضحا أن الرؤى قد توافقت بينهما في الأهمية البالغة لمنع التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية أنه تم بحث التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في القارة الأفريقية. أسهمت هذه الزيارات المتبادلة في تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية، خاصة مع ما تشهده منطقتنا من تطورات خطيرة قد تؤدي باستقرار الإقليم ككل وتمتد آثارها إلى دول جوارنا في أوروبا.